يستيقظ باكرا ليقف أمام عربته الصغيرة هذه لبيع الفشار. بعد أن نام متعبا بين أشجار مستشفى الثورة بتعز بالقرب من قسم الغسيل الكلوي. أما لماذا اختار هذا المكان بالذات؟ فلأنه أراد البقاء بالقرب من القسم الذي يعني له الحياة، فهو مصاب بالفشل الكلوي ويحتاج للغسيل مرتين كل أسبوع. الحاج فايد علي محمد مواطن من مدينة المخا نزح لمدينة تعز المحاصرة والأقل أمانا من منطقته الأم، وذلك لصعوبة الوصول إلى قسم غسيل الكلى، فقد أصبحت الطريق إلى المستشفى لعمل الغسيل طويلة جدا بعد الحرب، لذا قرر النزوح هنا والبعد باضطرار عن أطفاله التسعة. يتقاسم الحاج فايد المعاناة مع بقية المرضى هنا والذين يعانون بشكل مستمر بفعل قلة الدعم وانعدام الأدوية. بينهم وبين الحياة أو الموت بضع أدويات وأجهزة تفصلهم عن العيش، وحين تغيب هذه الأدوية والأجهزة اللازمة لمنحهم الحياة يكفون عن التمسك بها رغما عنهم. فقد أعلن مصدر طبي وفاة عدد من مرضى الفشل الكلوي نظرا لعجز مستشفيات المدينة عن تقديم الرعاية الطبية لهم. العقد الذي تواجهنا بالقسمنا قلة الموارد، عدم وجود حافز مادي للكادر، انعدام المواد الأساسية، انعدام مادة الديزل والمحروقات، انعدام الماء النظيفة، المواد الأساسية والثانوية للغسيل منعدمة. بينما تعاني الأقسام المتبقية للغسيل الكلوي في محافظة تعز من شحة الإمكانيات، يقوم البعض بتهريب الأدوية والأجهزة الخاصة بها لخارج المحافظة. هذا ما كشفت عنه أخيرا الأجهزة الأمنية في تعز حين قامت بضبط سيارة محملة بمحاليل خاصة بالغسيل الكلوي كانت في طريقها لتباع في محافظة إب، قبل قيامها بوقت لاحق بتسليمها للسلطات الطبية في المدينة. مدير مكتب الصحة في تعز قال خلال تسلم الكمية المضبوطة إنه سيتم تسليم تلك المحاليل إلى مستشفى الثورة والجمهوري للاستفادة منها، لكن النقص يبقى المسيطر على إمكانيات هذه المستشفيات وسط مخاوف من تزايد أعداد الوفيات في صفوف مرضى الفشل الكلوي في المحافظة.